مفيش حد فينا ما بيعشقش الغنى، اكيد كلنا بنسمع غنى في كل احوالنا، مبسوطين، فرحانين، زعلانين، بنسمع اغاني. الموهبة اللي هقدمها لحضراتكم النهارده الفنان الجميل اللي مشرفني في الاستوديو، هنستعيد مع حضراتكم زمن الفن الجميل اللي هو احساسه هيرجعنا غصب عننا لزمن الفن الجميل، الفن اللي يقدر المليان بالاحاسيس والاحترام والمشاعر الصادقه. مش هطول على حضراتكم، هنبدا على طول، وخلوني ارحب بالفنان الجميل حميد مصطفى. حميد حبيبي منور. اهلا بيك يا عاصم، ربنا يخليكم، ورسالة المقدمه الجميله دي حبيبي يا حميد، ده حقك والله، ويمكن ده بناء على طلب الساده المشاهدين ومتابعي البرنامج على الفيسبوك، برنامج اللون الاخضر، هم اللي طلبوا ان حضرتك تكون موجود معانا هنا يا حميد. طيب حميد، تعرف الناس اللي هم لسه ما عرفوش حميد مصطفى تقول لهم ايه؟ يعني حميد مصطفى مطرب لسه بيبتدي. نعم. او مش لسه بيبتدي، هو ابتدى من فتره كبيره، بس طبعا انت عارف ان يعني مرحله الانتشار بتاخد وقت، وخصوصا ان احنا عندنا يعني في مشاكل انتاجيه في مصر دلوقتي. نعم. فالمطرب يعني بيحاول ان هو يجتهد، بينتج لنفسه في الفتره الاولانيه، وبعد كده ربنا يكرم بشركه انتاج هي اللي بتساعده وبتسانده لحد ما يطلع للظهور الكامل يعني للجمهور. طيب حميد، يهمني اسمع صوت حميد واحساسه اكتر ما احنا نتكلم، فعايز دلوقتي اغنيه جميله تختارها لنا وتقدمها للساده المشاهدين. تمام، واحنا هنسمع دلوقتي اغنيه اسمها عشقت الزحمه. نعم. ديت احنا محضرينها بقالنا فتره، وهي في مرحله المونتاج دلوقتي، وقريب. نعم. ان شاء الله هتنزل على القناه. ده في الالبوم الجديد؟ لا، دي خارج الالبوم، دي اغنيه عن مصر، بنتكلم فيها عن الناس البسيطه، بنتكلم عن الحاجات اللي بتخلينا احنا نحب مصر. طيب. يعني بتخلينا يعني بنستمر في حب مصر. قادرين ان احنا نكمل في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. خلينا نسمع بقى. انا متشوق كده. يبقى عشيت الزحمه. اتفضل حبيبي. تمام، تراك 1. تمام، تراك 1 يا جماعه. لفيت الدنيا دي وما لقيتش انا زيك، من غير سبب جوايا انا بلدي بحبها. لو مهما اشوف العالم ولا شيء بيشدني، وان غبت كام يوم عنها بهرب وارجع لها. يمكن عشقت الزحمة والناس وانا فيها دايف، طعم الطبيخ باللحمة بقدين ست الحبايب، ووشوش مليانة طيبة وكله بيرضى بنصيبه، حمدينه على أي حاجة، شاكرينه على اللي يجيبه. عم إسماعيل وعياله سرحين بقفص العيش، مش شايل هم حاجة، كل اللي نفسه يعيش. لو بيت عندي مينا واخواته ماسكين فينا، الطيبة ساكنة قلوبهم، دول ناس غاليين علينا. يمكن عشقت الزحمة والناس وانا فيها دايب، طعم الطبيخ باللحمة بقدين ست الحبايب.
في اللمة وسط صحابنا وقعدتنا في الحسين، مش عشرة يوم وليلة، بينا عشرة سنين. نسمة في مركب بيجري حنية واستنيك، عم عرب المراكبي قاعد يقول مواويل، يمكن عشقت الزحمة والناس وانا فيها دايب، طعم الطبيخ باللحمة بإيدين ست الحبايب، ووشوش مليانة طيبة وكله بيرضى بنصيبه، حمدينه على أي حاجة، شاكرينه على اللي يجيبه. مش سهل عليا أوصف اللي أنا حبيته، حبها بيه اتولدنا وتربينا عليه. الله الله الله، متعتنا وجوعتنا واطربتنا. الله ينور يا حبيبي، ما شاء الله، ايه الصوت الجميل ده والاحساس والاغاني الحلوه دي. دي كلماتك ولا كلمات من كلامنا؟ لا، دي كلمات الشاعر عبد الله حسن والحاني. طيب. وتوزيع الموزع عمرو اسماعيل. جميل حميد، تجاربك بقى في الغناء وتاثرك بالمطربين القدامى، وانا عارف ان انت بتعشق عبد الحليم وزمن الفن الجميل ده، طبعا. اثر فيك انت ازاي كمطرب وكفنان؟ وطبعا الزمن الفن الجميل اثر فيا ان انا ماشي على خطى ثابته ان انا اقدم فن محترم. جميل. في ظل يعني الفن اللي بيتقدم الله. دلوقتي في مصر، ويعني في ناس كتير طبعا مستاء من الموضوع دوت، فانا عشان اتربيت على الفن الطرب الاصيل والفن الجميل، فاثر فيا ان انا اثبت على موقفي وان انا اقدم فن محترم يعجب الناس، وفي نفس الوقت يكون فن جميل يركب الموسيقى نفسها. مين اللي زرع فيك حب الفن والفن الاصيل والمعاني الجميله والزمن الفن اللي احنا كنا بنسمعه، سومه والعندليب وفريد الاطرش والناس الجمال والعظام اللي انت واخدهم قدوه دول؟ انا والله كان في موسيقار كده ربنا يرحمه، اسمه الموسيقار عادل واصف. نعم. ده يمكن انا كنت بغني على مستوى مراكز شباب الجمهوريه، وهو كان بيساعدني يعني، واقف جنبي، وهو فعلا رباني على الموسيقى الجميله ديت. يمكن هو اثر فيها بشكل كبير يعني. بس انا بغني طبعا من زمان، من ابتدائي. صحابي هم اللي اكتشفوا الموضوع فيا، بس طبعا قدرت ان انا اطور نفسي يعني خطوه بخطوه لحد ما دخلت الجامعه. نعم. موضوع وصل للاحتراف شويه وهكذا. كنا كمان بنغني سوا في التحرير لو تفتكر. طيب. ونسبة بقى الهدف اللي انت حطه قدامك يا حميد، ان يعني حريص انك تقدم نوع من الفن الهادف، وليس للاسف بعض انواع الفن اللي احنا بنشوفها بطريقه سلبيه دلوقتي. عايزين نسمع بقى الفن الرومانسي الجميل، يعني اغنيه كده حلوه من عندك. تمام، احنا انا محضر حاجه كده رومانسيه وبمناسبه انت جاهز النهارده. تمام. طبعا. الحمد لله. طبعا. اتفضل حبيبي. فهنسمع هحتاج انا ايه؟ تمام. كلمات عبد الله حسن برضو. نعم. والحاني وتوزيع عمرو اسماعيل. بتلحن يا حبيبي ما شاء الله. تمام. تمام. تراك اتنين. هحتاج انا ايه يا حلم اللي عشت عليه، وجنبك قدرت الاقيه، حياتي بقالها وجود، معرفش انا ليه وانا جنبك بحس حاجات، حلمت ان عشها ساعات، بحبك فوق المفروض. هحتاج انا ايه يا حلم اللي عشت عليه، وجنبك قدرت الاقيه، حياتي بقالها وجود، معرفش انا ليه وانا جنبك بحس حاجات، حلمت ان عشها ساعات، بحبك فوق المفروض. ما خلاص حبيت وشفتك خطفتني ليك، وخبتني جوه عينيك،
ما تسألش امتى وليه، مديون انا ليك بعمري يا احلى ما فيه، وكل اللي نفسك فيه هتؤمر اوام تلاقيه. ما خلاص حبيت وشفتك خطفتني ليك وخبتني جوا عينيك، ما تسألش امتى وليه، مديون انا ليك بعمري يا احلى ما فيه، وكل اللي نفسك فيه هتؤمر اوام تلاقيه. الله الله، ايه الاحساس الجميل ده، يعني الشعور اللي احنا بينتابنا لما انت بتغني الاغاني الجميله الرومانسيه دي. ربنا يخليك يا حميد. يمكن في فرق لما المطرب او الفنان بيغني اغاني رومانسيه لاغاني وطنيه لاغاني مختلفه بشكل تاني، انت اقرب الاغاني المقربه ليك ايه؟ انت بتحب تغني ايه ولا انت كله شغال معاك؟ لا، هو المطرب طبعا لازم يتنوع، بيبقى يعني يغني كل الالوان. بس يمكن انا يعني بميل للون التراجيدي شويه او الدرامي، واللون الرومانسي طبعا عشان يعني الاحساس بيبقى فيه اعلى شويه. بس نعم. يعني الواحد بيقدر ان هو يعني يتمكن حتى في العرب، وهو بيقول الاغاني بيتمكن في العرب في الاغاني دي اكتر. تمام حبيبي يا جماعه، وعدنا ان يكون في اغاني في البرنامج اكسكلوزيف للالبوم بتاعه الجديد، وهيكون بس فقط اكسكلوزيف لبرنامج اللون الاخضر. حميد، انا عارف ان في اغنيه انت حريص ما تقدمهاش غير شهر رمضان، بس انا يعني بطالب الساده المشاهدين عشان هم اللي طالبينك فتسمعها لنا. تمام. هي اغنيه اسمها حسيت بغلطي، كلمات سلام علي، الشاعر سلام علي، والحان الملحن حبيبي علاء الراوي. نعم. والموزع حبيبي برضك وصديقي عمرو اسماعيل. جميل، اتفضل. تمام. ثلاثه. انسان ضعيف ودي حقيقتي، عايش بفضلك وبرضاك عني، مليان عيوب وذنوب خانقاني، عايش والدنيا لهياني، يا رب دايما خليك جنبي مني. ده انا برضو عبدك واسمي عبد الله، جاهل وعاصي والذنوب مليئة، ونويت اتوب عن كل افعالي، حسيت بغلطي واما دائت جيت طالب رضاك عني انا، ونويت توبة نصوحة بس نولها لي. أنا برضو عبدك واسمي عبد الله، جاهل وعاصي والذنوب مليئة، ونويت أتوب عن كل أفعالي، حسيت بغلطي وأما دائت جيت طالب رضاك عني أنا، ونويت توبة نصوحة بس نولها لي، ألجأ لمين؟ الله، لربنا سبحانه وتعالى. بحييك يا حميد، وبشكرك ان انت اختصيت انك تهدينا البرنامج لبرنامج اللون الاخضر. شكرا ليك يا حميد. ربنا يخليك. حميد، كلمه اخيره تقول للساده المشاهدين ايه، وطموحاتك انت في المستقبل حابب تعمل ايه؟ انا حاليا بحضر في البوم، وربنا يكرم يعني ان شاء الله، يعني احتمال ننزله في اول السنه الجايه ان شاء الله يا رب. يعني انا انتظروا مني حاجات ان شاء الله تعجبكم باذن الله،
وانا زي ما انا قلت لك ماشي على خطى ثابته ان انا يعني بحاول ان انا اقدم فن جميل فن محترم واتمنى انا اكون عند حسن ظن كل الناس بيا يعني يا رب. وانا واثق في ده ان شاء الله يا حميد, نستضيفك باذن الله احتفالا بالالبوم اللي هينزل ان شاء الله والسنه الجايه. مشاهدينا يمكن دي خلصت حلقتنا النهارده ببرنامجكم اللون الاخضر, تحيات فريق العمل وتحيات عاصمي الشندويلي. وهسيبكم دلوقتي مع اغنيه نختم بيها مع الفنان الجميل حميد, اغنيه معلش للزمن الفني الجميل لان عندي في الكنترول عايزين يسمعوا حاجه بقى لعب حليم لسوبر شوف بقى لحمزه ابن المخرج احمد حسني. اتفضل. اسمكم بقى حميد نختم الحلقه. اتفضل. تمام. انا بس قبل ما اغني احب بس اشكر الناس اللي واقفه جنبي, زمايلي الموسيقيين اللي واقفين جنبي. طبعا بحب اشكر الشاعر صديق عمري الشاعر عبد الله حسن اللي واقف جنبي بشكل كويس جدا وبيدعمني بشكل كويس, بردك بقيت زمايلي الملحن علاء الراوي والموزع عمرو اسماعيل اخواتي واصحابي, بحب اشكر الموزع احمد وحيد كينج. بحب اشكر الناس اللي تعبت معايا في اللايفات في اغنيه عشيقه الزحمه. الجيتاريست مصطفى نصر. جميل. والايقاع رائد ربيع. احنا كمان بنشكرهم يا حميد ومن ضمن شكرنا لشكرنا نشكرهم كلنا. اتفضل. تمام. هنسمع عوده اللي صار عشان بمناسبه بردك الاحداث مصر, فهنسمع عوده اللي صار سيد درويش. اتفضل. تمام. جميل. أهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش في ايدنا قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها ابالهم عليا مصري يا امي العجايب شعبك اصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول انصار القضية وبدل ما يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي وقوم نجاهد واحنا نبقى لكل واحد والايادي تصير قوية وهدى اللي صار وادي اللي كان ملكش حق ملكش حق تلوم عليا